نعرف منك. بس كابتن خليفة خليني برضو أبدأ مع حضرتك، لأن حضرتك بقى الشاهد على التطور كمان اللي اللاعبات بيوصلوا ليه وغيره، فبتاخدهم إن هم برضو أو تعرفوا إن هم أطفال لغاية لما بيتألقوا ويكبروا، فبرضو ممكن تكلمنا أكتر عن ده؟ بص يا أستاذة، يعني هي بنبدأ مع الولاد من تحت خالص، من 5 سنين بنبدأ عندنا قطاع الممارسة، بيبقى ما شاء الله كبير جدا في النادي الأهلي. بنهتم بالولاد من مرحلة البراعم، عندنا الكاراتيه قسمين، كاتا وكوميتيه. أنا مدرب كوميتيه. كوميتيه اللي هو الاستعراضي أكتر، الكوميتيه اللي هو القتال الفعلي، الكاتا الكاتا سوري هي الاستعراضي أكتر، صح؟ بنوصل الحمد لله، بندخل في منافسات داخلية وبنأسس فرق ونبدأ بالبراعم ونطلع بيهم يلعبوا 10 سنين و11 سنة، والحمد لله بنوصل بيهم لليفل لحد ما بيبقوا زي ملك كده ويوصلوا للبطولات القارية والبطولات الدولية، والحمد لله عندنا قاعدة كبيرة جدا وبنعرف الحمد لله ننافس بيها كويس، يعني الحمد لله. حتة الكاتا والكوميتيه، يعني مين اللي بيقرر؟ هل اللاعب نفسه اللي بيقرر ولا إمكانياته هي اللي بتخليه يركز في واحدة من الاثنين؟ وهل اللي بيلعب كاتا غير قادر على القتال في الكوميتيه؟ هو في الأول في المراحل الصغيرة اللاعب ممكن يلعب كاتا وكوميتيه، بس بنوصل عند مرحلة معينة، والكاراتيه يعني مش سهل، والمنافسة في مصر مش سهلة، مصر دولة رائدة في الكاراتيه، فلازم اللاعب يختار ما بين الكاتا والكوميتيه. اللي بيحدد ده ميول اللاعب، هو بيميل يعني الكوميتيه محتاج يعني جراءة شوية، محتاج حد كده لو في مساحة الإصابات وخلافه. الإصابات موجودة طبعا وبشكل كبير جدا، تمام. فاللاعب يعني هو اللي بيحدد هيكمل كاتا وكوميتيه، وطبعا الجهاز بيرجع يفصل شايف اللاعب ده لا هو يلعب كوميتيه، هو امكانياته وطموحه ممكن يبقى بطل عالم في الكوميتيه، وفي لاعب تاني هو كاتا. اوكي كاتا. بس هو كله في الاول بيبدا كاتا، لازم يتاسسوا كاتا.